السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح معاكم الجزء اللي بعده في مادة النفسية اللي هو ايجو ديفنس ميكانيزم. خدنا المحاضرة اللي فاتت اللي هو المينتال هيلث لو، وخدنا ايه هو الريكوير بتاع المينتال هيلث نيرس، ايه المتطلبات، وخدنا عرفناهم، وخدنا الهيومن رايت اكت اللي هي حقوق الانسان، وعرفنا الكابستي، وخدت محاضرة صغيرة وخلصناها. وخدنا قبل كده الكوميونيكيشن بروسيس اللي هي عمليه التواصل، وخدنا فيها كم كبير، وكانت المحاضره ساعه الا ربع وخلصناها برضه. الجزء اللي فاضل لي اللي هو الفيزز اللي هم الاربع مراحل انا مش ناسيهم، تمام؟ عشان ما حدش يقول لي انت سبتهم، انا مش ناسيهم، بس عندنا الدكتور يعني ما شرحتهاش، فانا ما ذكرتهاش، فهذاكرها وبعد كده هشرحها ان شاء الله. عموما بقى نتكلم في نقطه ان الوزير يعني ضحك علينا بيقولوا ولبسنا في الحيط. في ناس مؤيدة وفي ناس رافضة، يعني في ناس مؤيدة إن إحنا المفروض نمتحن وده طبيعي جدا، في ناس رافضة. يعني بما إن هو يعني الوزير اتكلم في مبدأ إنه مش عايز ينزل الناس وخايف على الناس وكل ده، طب ما إحنا هننزل كده كده، طب ما إحنا زيهم، طب إحنا أسوأ كمان من الكليات ليه؟ إحنا معاهد، ويعني معظم المعاهد في المستشفيات، وأنا معادي في مستشفى حجر، فكده ماي كده ماي. ما علينا، نتكلم في اخر المحاضره عشان محدش يزهق. النهارده ان شاء الله زي ما قلنا هناخد الايجو ديفنس ميكانيزمز اللي هي اليات او وسائل الدفاع عن النفس. بص تعلم اللي انا هقوله، ماشي؟ عشان الناس اللي بتقول انت بتشرح مش برمت الكتاب والكلام دوت، انا مش عايز اشرح لك من الكتاب العادي عشان ما تعقدش. طب ما هو الكتاب العادي، طب ما انا هشرح لك منه بقى ايه لازمه؟ يعني المره اللي فاتت انا شرحت لك من كتاب مترجم، الناس قالت لا اشرح من كتاب ومش عارف ايه، انا هشرح لك من ملخص بتاعي اللي انا هنزله لك كمان شويه. الكتاب ده في صفحه كتاب المدرسه او في كتاب يعني الوزاره صفحه 38، صفحه 38 حسب بقى ترتيب الصفح بكتب الوزاره بي دي اف يعني 38. عموما عشان ما نطولش، هتعرف اول حاجه بيقول لك ان الديفنس ميكانيزم دوت هو اسم تاني، اسم تاني اللي هو اول حاجه الايجو ديفنس ميكانيزم اللي هي اليات الدفاع النفسي. يبقى كان اول اسم اللي هو الايجو ديفنس ميكانيزم اللي هو اليات الدفاع النفسي. اسم تاني المينتال ميكانيزم اللي هي الاليات العقليه او الذهنيه، او الكوبيك ميكانيزم اللي هي اليات المواجهه، ودي كلهم كثرة اسامي، تمام؟ يعني ممكن اكمل ديفنس ميكانيزم از كولد نقط نقط اند نقط، او نقط اور نقط اور نقط، تمام. طب بيقول لك هنا نقطه تانية برضو في الانترودكشن في المقدمه، بيقول لك ان لو شخص عادي جدا طبيعي جدا حصل مشكله بس ثواني، لو الشخص الطبيعي جدا حقق اهدافه من خلال تلبيه الاحتياجات بتاعته، انا عايز انجح، اذا انا مطلوب. ابوك بيقول لك انت عايز ايه عشان تنجح؟ انا متطلباتي ان انجح، كتب، مذكرات، تليفون عشان انزل بي دي اف، والمحاضرات، نت عشان افتح المحاضرات الاونلاين وكده، ومكتب ومش عارف ايه وايه كده وبس، وانا هذاكر وانجح كده. متطلباتك اذا في الاخر نجح، حقق هدفه ونجح. بيقول لك ايه بقى اللي هيحصل لو الشخص دوت انه حقق اهدافه من خلال تلبيه احتياجاته؟ بيقول لك انه يعيش في حياه هادئه، بيس سليمه وكالم وهاديه. يبقى هيعيش في حياه كالم وبيسفول لايف اللي هو حياه سليمه. طب لو الشخص دوت ما عرفش يحقق هدفه، لو الايف البيرسون دونت اتشيف الجول، لو الشخص ما عرفش يحقق هدفه، بيقول لك ليه تو هيؤدي الى ايموشنال ديستريس، هيبقى في مشاكل عاطفيه، مشاكل نفسيه، هيحصل في مشاكل، انا ما نجحتش رغم ان تلبيه الاحتياجات ما نجحتش، يبقى اذا في مشاكل هتحصل. طب ايه هو الايجو ديفنس ميكانيزمز، او ايه هي الديفنس ميكانيزمز عموما؟ عشان في فرق بين الايجو وتعريف الايجو نفسه، تعريف الايجو ديفنس ميكانيزمز وتعريف الايجو نفسه. الايجو عندك ما تعريفين في الكتاب، واحد واثنين، تمام؟ انا من وجهه نظري التعريف الاولاني جميل جدا، جميل جدا. يقول لك ايه هي اليات الدفاع النفسي؟ قال لك انا بحمي نفسي، سواء ان افكر ازاي احمي نفسي بالعقل او ان احمي نفسي ضد مرض او ضد خطر. وبما اننا بنتكلم في تمريض نفسي او ماده النفسيه، باذن الخطر هيكون خطر نفسي عشان انا اكون كويس من جوه، عشان دي ماده نفسيه، بيكون يعني الماده كلها عن نفسيه،
نفسيتك جوه مش بره، فاذا انت بتحافظ على نفسك من جوه عشان في الاخر تحقق هدف بتاعك. ده كان تعريف الديفنس ميكانيزم. قوله بالانجلش بقى، بيقول لك هو بروتكتيف ديفايس اور مينتال كاباسيتي، اللي هو انت حاجه حمايه او عن طريق القدره العقليه انك تحدد صح وغلط وتدافع امتى وتعمل ايه. مين اللي بيستخدمها؟ يوزد باي انديفيدوال، الاشخاص اللي بيستخدموها ليه؟ اجينست سايكولوجيكال دينجر، يعني ضد الامراض او الاخطار النفسيه. ممكن لحدنا التعريف، لو الناس اللي هي بتقول انا بطول ممكن لحدنا التعريف. عايز تكمل وانت شاطر وكمل، انا مكمل لك. عشان المينتين انر هارموني اند ايفورت ميد باي انديفيدوال تو اتشيف ا جول. قال لك هنا عشان تحافظ على الاتزان الداخلي، ما تكونش مشوشر من نفسك من جوه، تقول انت لا في شوشره من جوه، لا انا عايز توازن جوه، اكون مستريح نفسيا جوه، يبقى عشان مينتين الانر هارموني. وفي نفس الوقت الايفورت الميد باي انديفيدوال تو اتشيف الجول، بيقول لك في نفس الوقت انا بقدر جهد الناس او جهد الاشخاص بتاعهم. طب الجهد ده في ايه؟ الاتشيف الجول، انت حققت الهدف، وانت حققت الهدف بتاعك ده وانت قاعد على السرير مثلا كوبايه شاي وشربتها وخلاص كده الهدف اتحقق. لا يا باشا، انت تعبت، ذاكرت، سهرت ليالي، طبقت ايام، نجحت، فالايفورت بتاعك دوت احنا قدرناه. من الات الدفاع النفسي احنا قدرناه، انك دافعت عن نفسك، انك ما تسقطش عن طريق المذاكره. طب ايه هو الايجو بقى؟ ايه هو الايجو؟ قبل ما اخد تعريف الايجو لازم افرقك بين ثلاث حاجات لازم نعرفهم، بعد كده ناخد التعريف. ايه هو الايجو؟ ايه هو الاي دي او الاد؟ ايه هو السوبر ايجو؟ قالك الايجو اللي هو الانا، قالك الاد اللي هو الهو، قالك السوبر ايجو اللي هو الانا الاعلى او الانا الاعلى. قالك الاد ده مسؤول عن الغريزه او الاشباع الرغبات، ده انت عن نفسك في نفسك تعمل حاجه فنفسك بتدفعك ان تعمل لك حاجه. طب لو الحاجه دي حرام مين اللي هيمنعك؟ السوبر ايجو دي عباره عن التقاليد والاخلاق اللي انت اتربيت عليها في المجتمع اللي انت عايش فيه. طب ده هينفذ ده في صراع، مين اللي هيعدل بينهم؟ الايجو. الايجو ده الانا، كلمه الانا بقى اللي هتسيطر بين الاثنين، هي عباره عن انترميديت تاسك بتوين زيم عشان تحل المشكله بينهم الاثنين، وفي نفس الوقت تحفظ وتحمي الايد من الاكسترنال وورلد، من المخاطر في العالم الخارجي. ازاي دلوقتي؟ بس ما حدش فهمني غلط. دلوقتي الغريزه الجنسيه في الشباب مثلا، انت لما ماشي في الشارع وشفت بنت جميله مثلا كده، هل اخلاقك ودينك يسمح لك انك تقوم تتحرش بيها؟ طبعا لا. غريزتك انك تقوم تتحرش بيها دي اد، هو دي الغريزه. طب ايه اللي منعك؟ السوبر ايجو، تبقى قاعد كده مش قادر تمسك نفسك وخلاص فرق، وانت قاعد قلقان وفي قلق ليه؟ نتيجه الصراع بين السوبر ايجو والاد، صراع بينهم. طب مين اللي هيخش ويحل المشكله ويخليك بقى ريلاكس وتهدى؟ الايجو، الانا، ده اللي هيخش عشان في الاخر حميت الاد، حميت الاد، الاد ديت اللي هي كانت ايه؟ اللي هي كانت كنت عايز تحرش بيها، حميتها من ايه بقى؟ من المخاطر الخارجيه. انت لو كنت قمت حرشت بيها كان المجتمع كله او الشارع كله هيتلم عليك يضربك ويوديك الاسم والسجن وخلاص كده انت انتهيت. انا لما اتدخلت وحليت الصراع بينك انت والسوبر ايجو حميتك من المخاطر. اذا ايه هو الايجو بالتعريف بقى؟ قال لك هو المحاوله تراينج تو مينتين البالانس، عشان تحاول وتعمل البالانس التوازن بتوين الاثنين الايد والسوبر ايجو، عن طريق يعني انت حاجه انترميديت تاسك، انت مهمه وسط بين الاثنين عشان تحمي البروتكت الايد فروم الدنجر فروم اكسترنال وورلد، انت تحمي الايد دي بقى من المخاطر في العالم الخارجي. ودي كانت قصه ممكن تكتبها، ايه هو الايجو، ايه هو السوبر ايجو، ايه هو الايد، عشان تعرف تحفظ بعد كده وتفهم الباقي. بعد كده هي الكاركترستكس بتاعه الديفنس ميكانيزمز، ايه هي الخصائص بتاعه اليات الدفاع النفسي. قال لك الخصائص، قال لك هم ست خصائص بس انا هنا كاتبهم في صيغه خمسه. ليه؟ عشان احنا الاثنين مرتبطين في نقطه واحده، امتى الديفنس ميكانيزم هيكون هيلز وان هيلز. قال لك هتكون صحيه امتى؟ لما انا بستخدمها في استمرار، فريكوينت يوز، بستخدمها باستمرار بس بستخدمها صح، فاذا هتكون ساعتها هتكون صحيه، زي ما في المثال اللي فوق انا يعني تدخلت في اني اعمل او احل المشكله عشان ما ادخلكش السجن، ما ادخلكش تتحرش، ما تخش السجن او ما يحصلش مشاكل، فانت هتستخدمها باستمرار في الصح، فاذا هي هيلثي. قال لك بروتكت سيلف اجينست دينجر سايكولوجيكال او سايكولوجيكال.
قال لك حمايه النفس من المخاطر النفسيه. مش احنا اصلا خدنا تعريف الديفنس ميكانيزم اللي هي اصلا بتحمي من السايكولوجيكال دينجر، المشاكل النفسيه، فهي خصائصها انها بتحمي النفس من المشاكل النفسيه بتاعتك. قال لك ايبل تو تشينج ان اكسترنال انفيرومنتال، هي قادره، خصائصها انها قادره على تغيير البيئه الخارجيه. انت دلوقتي قاعد في بيئه ليه دي مسألة تفهمها، انت قاعد في جنينه مثلا اشتريت بيت جديد، وفي جنينه في حاجات ميته وزباله وكل حاجه، انت قاعد، هل نفسيتك هتكون، بص بكلمك، نفسيتك هتكون مستريحه انك تكون قاعد في البيت بالشكل ده؟ طبعا لا، طبعا لا. فنفسيتك هتقوم دفعاك انك تقوم تشيل الزباله، تشيل الحاجات الميته ترميها، تقوم تنظف المكان وتقص الشجر وتسقيه والدنيا زي الفل. اذا النفس دفعتك انك تغير الاكسترنال انفيرومنتال، البيئه الخارجيه، وده دافع نفسي، وده من خصائص اليات الدفاع عن النفس. انا مثلت لك بصيغه تانية مش تفهمها. قال لك modify and reach the felt need، انك انت محتاج رغبات انا هعدلها لك وهشبعها لك. هعدلها امتى؟ لو غلط ساعتها الايجو هيتدخل ونحل الصح. اذا لو هي سليمه وممتازه وما فيهاش عيب، اذا هشبعها لك، هديها لك يعني، لو عيب مش هديها لك وهعدلها للصح. طب امتى تكون unhealthy بقى؟ امتى تكون الدفاع النفسي ده يكون غلط او مش كويس؟ قال لك لما تكونش انت قادر modify abnormal behavior، انك مش عارف تعدل السلوك، رغم كل حاجه سلوكك مش كويس، رغم كل حاجه سلوكك مش كويس، باذن انت بتدافع عن نفسك ليه بقى؟ انت سلوكك مش كويس اصلا، مش عارف تبعد عن الواقع، مش عارف تبعد، قصدي عن الخيال، مش عارف تروح للواقع، كلامك كله في الخيال، away from reality، انت مش عارف تبعد عن خيال، انت حياتك كلها خيال، فانت طبعا بعيد جدا عن الواقع، فاذا ساعتها الدفاع عن النفس هيكون مش سليم. قال لك interference with maintenance of self image، انك هتتدخل في حاجات وانت في نفس الوقت انت محافظ على صورتك الذاتيه في نفس الشكل. طب دي عايز افهمها بمثال افهمها لك. دلوقتي انت طالب متوسط جدا في سنه اولى وجايب مثلا 80 70% ونجحت وسنعت على خير. سنه ثانيه هتحدد مصيرك وانت كان نفسك تخش كليه. كان نفسك تخش كليه. هل مذاكرتك وضحك وسهرك وتعبك ومواصلات رايح وجاي، واذا انت بالنسبه للفصل انت بقيت شاطر، انت تعبت عن السنه اللي فاتت، بس انت بينك وبين نفسك، انت بينك وبين نفسك مهما كل الانترفيرنس اللي انت عملته، كل التدخلات اللي انت عملتها، انت محافظ على صورتك انك عيل فاشل بتجيب 70 80%. ساعتها الانترفيرنس دوت او ساعتها الديفنس ميكانيزم ده هيلثي صحي؟ لا، انت مهما كل اللي عملته انت جايب 70 80%. هل ده مفيد؟ هل ده هيلثي؟ طبعا ان هيلثي، انت كده هتخش في مشاكل نفسيه، واصلا ديفنس ميكانيزم هي بروتكت اجينست دينجر سايكولوجيكال، فاذا هي ان هيلثي. ديفلوب بتطور بقى الانفيريوريتي والانسكيورتي واللاك اوف سيلف كونفيدنس، بتقلل المشاعر الدونيه، تحس انك اقل من كل حاجه، هتحس بعدم الامان، هتحس بفقدان الثقه، فاذا ده ان هيلث. لما الثقه او اليات الدفاع النفسي بتطور التريدول، بتطور الدونيه، انك هتقل، انك اقل من الناس ومش حاسس بالامن وفقدان الثقه بالنفس. اخر بقى اللي هم الثلاث نقط دول، قال لك يوز باي اول انديفيدوال ان بروسيس اوف الادجستمنت، بيقول لك الاشخاص كلهم بيستخدموها في عمليه التكيف، عشان تتكيف بحاجه لازم تستخدمها، عشان تستخدم الحاجه هنا لازم تتكيف معاها، عشان اتكيف معاها لازم ان انا اليجي الدفاع عن النفس، عشان اتكيف مع حاجه جديده، اتكيف مع نمط حاجه جديد، يعني اسمه ده اتكيف مع نمط المذاكره الجديد، بين ان انا كنت في ثانوي بعد كده دخلت كليه، يبقى دي اللي هو التكيف مع نمط الحياه الجديد او الحاجه الجديده. تالت حاجه، تالت نقطه اللي هو يوز ان اول ليفل اوف مايند ايذر الكونشسنس اور انكونشسنس، بيقول لك هنا ان الات الدفاع النفس بنستخدمها في جميع مستويات العقل، سواء انت واعي او مش واعي بنستخدمها، سواء المريض النفسي هو بيستخدم الات الدفاع عن نفسه او الشخص الطبيعي جدا اللي هو احنا بنستخدمها برضه.
قال لك بعد كده individual will feel secure when adjustment in use. قال لك الاشخاص يعني بيحسوا بسعاده وكده لما كلمه التعديل او الضبط، ضبط النفس، لما بتستخدمه انت بتظبط نفسك بنفسك، فانت ده بيحسسك بالامان وانت عارف قدر نفسك. فدي برضو من خصائص الدفاع عن النفس، انك بتظبط نفسك داخليا بنفسك، اللي هي اداه اداه الضبط انت مستخدمها. بعد كده maintain the balance and moldings of the personality of an individual، انك بتحافظ على التوازن والقوالب الشخصيه للفرد. يعني ايه؟ دلوقتي انت لو جبت قالب كيكه وقمت حاطط فيه عجينه الكيكه ودخلتها الفرن واستوت وقمت خرجتها، القالب شكل ورده او شكل قلب، شكل قلب، وقمت انت قالبها، الكيكه تطلع شكل ايه؟ مربع ولا قلب؟ قلب. ليه؟ خدت اطار القلب. اذا الشخصيه نفس الكلام، انت هتبني الشخصيه على اسس وقواعد وتعليمات واخلاق وتقاليد معينه، هتقعد تملى القالب دوت كل الشخصية اللي انت عايزها تبقى فيها، وفي الآخر بعد ما تملى الدنيا كلها الشخصية ديت اللي انت بنيتها، انت بتحافظ بقى على القالب بتاع الشخصية دوت. محمد شخصيته 1 2 3 4 5 6 7. الدفاع عن النفس بتحافظ ان دول زي ما هما ما يتغيروش. دول كانت الخصائص الكاركترستكس بتاعت الديفنس ميكانيزمز. تمام؟ في اي مشكلة كده؟ تمام. بعد كده نخش على الجزء اللي بعده، ال purpose of the ego defense mechanisms. ايه الغرض بقى من ايه هو الغرض؟ انا بعمل ليه defense mechanisms؟ قال لك بنعيدها 50 مره، protect the individual against the psychological danger، يعني او ال treated حاجات دي. المهم ان انا بحمي الشخص من التهديدات او المخاطر النفسيه، بقلل reduce، هو هنا reduce the stress and anxiety. يعني كان في بي اي نسيتها فقدرت اكتبها كده، فعشان بس ما تفتكرش كلمه واحده، هي reduce the stress and anxiety. انت بتقلل التوتر، بتقلل الضيق، بتقلل القلق، بتقلل كل حاجه. perceive the inner harmony and help the individual to make adaptation to a distressing. بيقول لك هنا الشخص دوت بيحافظ انك تخلي فيه انسجام وتخلي فيه توازن داخلي، واحنا قلنا في التعريف ان في توازن داخلي، وبنحافظ على جهود الشخص عشان يحقق الهدف بتاعه، كل ده في التعريف وقلناه. فقال لك برضو مش كده وبس، لا انا بحافظ الشخص على التكيف في الادابشن، يعني ان انا بصنع التكيف. ليه؟ عشان يعرف يتكيف مع اي تجربه مؤلمه. مثلا لا قدر الله هو مثلا طالب في سنه اولى او في سنه ثانيه ما كانش بيذاكر، وبعد السنه صيت جاب ملاح بعد السنه، اذا الترم الثاني لما يجي يذاكر هيعرف غلطه فين ويصححه. ليه؟ تجربه مؤلمه ادت الى انه يعرف يعديها ازاي، واحده 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 واحده، زي ما قلنا هو سقط. تمام؟ هو مش عارف او هو عارف سقط ازاي، ما كانش بيذاكر، ما كانش بيحضر المحاضرات، واحد اتنين تلاته، لما يعيد السنه. اذا دي كانت تجربه مؤلمه انه عاد السنه، فاذا هيعرف يتكيف مع ديت ويعرف من يخرج منها بالنصايح اللي هي تخليه السنه الجايه ينجح، والسنه الجايه لما يجي هيذاكر في نفس الوقت هينجح. ليه كده؟ استفاد من التجربه المؤلمه. لو عاد سنه تانية يبقى كده لا، ده مش عايز حاجه منها بقى، في الدنيا السنه الجايه. بعد كده find justification in realistic way for problem solving. بيقول لك هنا البحث عن مبررات بس بطريقه واقعيه عشان تحل المشكله. انت دلوقتي ما كنتش بتذاكر في الاول، قبل النهارده ما كنتش بتذاكر، مبررك ايه؟ وهات لي مبرر رياليستيك يعني يكون واقعي. قال لك انا ما كنتش بذاكر نتيجه انا كنت مستني قرار الوزير، وطبعا لو انا كنت ذاكرت بكلم عن الناس كلها كان ممكن طعب يبيع. وبالفعل انا النهارده لقيت ان كليه النقل ما لهمش امتحانات، لهم ابحاث، لا انا كنت ذاكرت كان يعني كنت على الفاضي، فده كان مبرر واقعي ونحترمه. فانا عايز حل المشكله دي ويكون مبرر وواقعي برضه، يبقى اذا الغرض من اني اعمل اليه دفاع النفس ان انا بجيب مبرر لحل المشكله، ومبرر ما يكون بطريقه واقعيه، مش يكون مبرر كده اي كلام، لا واقعي. قال لك provide psychic energy in keeping unwanted صوت away from الاويرنس. قال لك انا بحفظ الطاقه النفسيه،
هل واحد قاعد نفسيته مستريحه وريلاكس وكالم والدنيا مستريحه معاه زي واحد كل يوم خناق وضغط شغل وعنده مشاكل نفسيه وحبيبته سابته ودخل في مرحله اكتئاب وكان يعمل كاتنج بقى والدنيا خربانه؟ هل هتجيب الطاقه النفسيه اللي ده زي الطاقه النفسيه اللي ده؟ لا. فاذا ان آلية الدفاع النفسي هو بروفايد سايكيك انرجي، ان انا بحفظ او بحمي بعمل حمايه للطاقه النفسيه دي. ان كيبنج بقى في الحفاظ على الانوانتد صوت، الافكار الغير مرغوب فيها، عشان بعيد عن القلق، انا دي مش عايزها اذا هبعدها عني عشان ما تعمليش قلق. فانا عشان ايه؟ عشان من الاول في الاخر عشان اعمل بروفايد للسايكيك انرجي، ان انا اعمل حمايه لايه؟ للطاقه النفسيه. قال لك اخر حاجه برضو ان الانديفيدوال may forget some unpleasant problem and find the partially effect way of dealing with the situation. بيقول لك ان الاشخاص ممكن في وقت كده ينسوا بعض المشكلات، بس كانت المشكله كانت مؤلمه، كانتش مشكله كويسه، كانت مشكله غير سعيده، مشكله مؤلمه. وفي نفس الوقت بيجدوا جزء كبير جدا منها، من المشكله دي بتاثر بطريقته، بتاثر يعني بطريقه فعاله انه ازاي يتعامل مع الموقف الجاي، زي ما مثلا زي ما قلنا فوق التجربه مؤلمه. تجربه مؤلمه انه عاد السنه دي مشكله غير سعيده طبعا، انك تعيد السنه دي مشكله، ومشكله عاريه، ده مشكله مزفته. بس لا، لها اهميه، لها استفاده، لها جزء كبير جدا بيأثر عليك انك تتعامل ازاي مع الموقف الجديد، في نفس الوقت انك تنجح. اذا هي فاتتك هنا، هنا انت نسيت، بس في نفس الوقت انت ما نسيتش حاجه. اللي هي النصيحة اللي انت خرجت منها من السنة اللي انت عدتها ديت، انك هتأثر عليك انك ازاي تتعامل مع السنة الجديدة بجد وتذاكر وتنجح. وده كان الـ purpose of الـ defense mechanisms، ودي كانت محاضرتك. انا خلصت المحاضرة الجاية هناخد بقى الطيب اللي هم 17 نوع اللي انت شايفينهم دول. دول الطيب بتاع الـ defense mechanisms 17 نوع هناخدهم، ودول يعتبر 17 تعريف. دول تعريفات برضو مهمة، مع التعريفات اللي في الاول، مع التعريفات اللي في الفصول. يعني ان شاء الله لما اخلص المنهج كده يعني هنحاول نعمل لكم يعني تعريفات المنهج في كام ورقه كده يعني، لو اراد ربنا يعني، وادينا العمر واداكم العمر وربنا يعني يسهل علينا الحال، هنعملها ان شاء الله. كده المحاضره بتاعتنا خلصت، يعني اتمنى ان تكون عجبتكم، ويعني اكون سهلت لكم الدنيا. انا بحاول اسهل النفسيه بقدر الامكان، بقدر الامكان بحاول اسهلها، بحاول اجيب امثله كتير من بره عشان تعرف تفهمها. انا نفسي ديت انا قاعد بذاكرها مع نفسي، ويعني مثلا لو شفت دكاتره شرح على اليوتيوب، شرح حاجه، فبذاكرها. فاحنا لازم نساعد بعض، احنا دلوقتي في وقت حرج، احنا دلوقتي في وقت حرج، احنا مش في وقت انانيه زي ما بيقولوا يهود الدفعه ومش يهود الدفعه والكلام ده كله، والكوميكس اللي نازل والكلام ده كله. احنا دلوقتي في وقت لازم نساعد بعض. انا كنت بذاكر في الاول، بدي مثال واحد مثلا كان بيذاكر، وبالنسبه دلوقتي هو مثلا قرب يخلص المنهج او ما خلص المنهج، وفي لما تساعد زميلك، اما تساعده يا عم انت ايه في ايه؟ والله كل واحد بنصيب، اقسم بالله كل واحد بنصيب، والله كمان مره كل واحد بنصيب. انت مكتوب لك هتعمل كذا تعمل كذا، انت مكتوب لك هتجيب درجات كذا هتجيب درجات كذا، حتى لو عملت. انا يعني خارج من الامتحانات مقفل امتحانات ناقص فيها، هو هل بقى كده خلاص بقى الدنيا ماتت وهموت بقى وخلاص؟ نصيب. في ناس تانيه مقفل عايز برضو ما نجيبش ونتكلم بقى ونفتح موضوع تاني. فانت نصيبك هيصيبك حتى لو ايه، اهم حاجه ساعد زميلك، ساعده قدر الامكان، ساعده قدر الامكان او قدر امكانياتك. انت مش شاطر، ممكن تقول له خد ده محاضره لقيتها، خد لو انت عايزها ديت ملخص، خد لو انت عايزه، مش شرط تشرح له، مش شرط تقول له خد الملخص دوت وهسمعه لك، انت ممكن تديله ملخص وتسيبه، انت كده ساعدته. تمام. سواء بقى احنا مؤيدين للقرار ان هنمتحن او مش مقررين، فاحنا لازم نستحمل بعض، لازم نستحمل بعض. خلاص القرار اتطبق علينا، ده اذا كان يعني لم يحدث قرار تاني وتغير القرار. المرض بينتشر بطريقه فظيعه، يعني النهارده 19 عشان الساعه 1، الساعه 2 قصدي، الساعه 2 الصبح، ف الحاله 3032، يعني 182 حلقه النهارده، فالدنيا كانت صعبه جدا، يعني الدنيا كانت صعبه يعني. عموما اشوفكم المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.